نحن نتعبد الله جل وعلا بما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن يعلمنا إني تحمل الخلة ذاك النفس قاسي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والناس أصحاب الأصناف، أما المسلمون تزموا بما جاء من عند الله جل وعلا. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن هناك يهود، هناك منافقون، هناك كفار مشركون، كل واحد من هؤلاء كان له قول آخر. أما اليهود فقالوا ترك قبلتنا فلعله يترك دينه بعد ذلك. وأما كفار قريش فقالوا عاد إلى قبلتنا فلعله يتبع ديننا. وأما المنافقون فقالوا إنه متدبر في أمر دينه، وبالتالي هذا لا يتبع، هذا ليس برسول وليس بنبي. لكن المسلم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.